تقبل سيادة المطران ياسر العياش التهاني من الفعاليات الرعوية في كاتدرائية القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك أم السماق بمناسبة تعيينه مطراناً للكرسي الأورشليمي، وذلك في قداس احتفالي حضره جمع كبير من أبناء الرعية. إلى التفاصيل. نظمت الفعاليات الرعوية في كاتدرائية القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك أم السماق قداساً احتفالياً ترأسه النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس المطران ياسر العياش، بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وبمشاركة جوقة الكنيسة وحضور جموع من أبناء الرعية. وفي عظة القداس التي ألقاها سيادته حدثنا عن كيفية عيش الاستعداد الحقيقي قبل الصيام الأربعيني المقدس، مبينا أن صومنا يبدأ عندما ننسى إساءة الناس إلينا وأن نحيي المغفرة في حياتنا. فالكنيسة تعلمنا هذه الأيام بعيش التوبة والصلاة، فبهذا نتهيأ لاستقبال الفصح المجيد. كما نوه سيادته بأهمية الصوم الذي شبهه بالعطاء والانتقال من مكان لمكان أفضل، ويعيش الإنسان بمحبة حقيقية ويعمل بعمل محبة، فبالصوم نكنز لنا في السماء مكانا. فالصوم هو وقت يخصصه الإنسان للرب، وهو زمن توثق فيه العلاقة بيننا وبين الله. خاتما سيادته العظة بأن الصوم الأربعيني المقدس فلنبدأه كاملاً بمحبة وخشوع لنصل لقيامة مجيدة ونتمجد مع الرب يسوع المسيح. إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. كم نحن بحاجة إلى هذا التعليم السماوي الراقي في أيامنا الحاضرة، حيث تكثر الضغينة في القلوب وتنتشر الأحقاد في أيامنا في مناطق كثيرة ومختلفة، فشعوب تقوم ضد شعوب، انقسامات، عداوات، وكما تقول الترنيمة حروب تملأ الأرض، حقد وانتقام وعداوة. والأغرب في الأمر أن أمثال هؤلاء يزيدون على ذواتهم إثماً فوق إثم، يصلون اغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، والأكثر أيضاً غرابة في هذا الأمر أنهم يتقدمون من القربان المقدس وينسوا أنهم بذلك يأكلون دينونة لنفسهم لأنهم لم يميزوا الرب. ليتذكر الأردن مسيحيين ومسلمين، يتذكر الأردن كاملاً صغيراً كبير، وأضعهم دائماً عند قبر يسوع عند الجلجلة لحتى لين يعطيهم كل نعمة بطلبوها. ثم قدم قدس الإرشمندريت بسام شحاتيت كلمة شكر للمطران ياسر على عطائه في خدمته الكهنوتية في الأبرشية، مقدماً لسيادته نيابة عن الحركات الرعوية في المطرانية التهنئة بتعيينه الجديد في القدس. نهنئك باسم مطرانية الروم الكاثوليك باسمكم أنتم الرعية وفعاليات الرعية، نتمنى لك التوفيق والنجاح في خدمتك. وفي ختام القداس توجه الجميع لقاعة الكنيسة ليقدموا التهاني لسيادة المطران العياش بمناسبة تعيينه الجديد مطراناً للكرسي الأورشليمي للروم الملكيين الكاثوليك، وسط معزوفات موسيقية لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق.